نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني، انك انت السميع العليم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي، اهلا بكم والمراجعة العامة في مادة العلوم. معكم الاستاذ محمد السيد بلال. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. هنبدأ أول حاجة مع بعض، هي عملية أكمل ما يأتي. السؤال بيقول إيه؟ تقاس الكتلة باستخدام إيه؟ بينما يقاس الوزن باستخدام إيه؟ طبعا الكتلة بنقيسها باستخدام الإيه؟ الميزان ذو الكفتين. يبقى الكتلة بنستخدم في قياسها الميزان ذو الكفتين، بينما الوزن بنستخدم في الميزان الإيه؟ الزنبرجي. يبقى هنا عرفنا الكتلة بنستخدم ميزان ذو الكفتين، بينما يقاس الوزن باستخدام الايه؟ الميزان الزنبرجي. 2، يعتبر كل نقط جيده توصيل الحراره. ايه اللي جيده توصيل الحراره؟ يبقى كل الايه؟ كل المعادن جيده توصيل الايه؟ الحراره. 3، من العوامل المؤثرة على الوزن، ايه اللي بيأثر على الوزن؟ تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي بتأثر على عملية الوزن. 1، كتلة الجسم دي بتأثر في الوزن. الكوكب الذي يوجد عليه الجسم. 3، البعد عن مركز الايه؟ الكوكب. يبقى ديت العوامل اللي بتأثر في عملية الايه؟ الوزن. كلما كانت الكتلة اكبر كلما كان الوزن اكتر. الكوكب الذي يوجد عليه الجسم بيأثر برضه على وزن الايه؟ على الوزن. البعد عن مركز الكوكب برضه بيأثر في عملية الايه؟ الوزن. طيب بعد كده السؤال الرابع، الوزن هو، تعريف الوزن هو ايه؟ نقط جذب الأرض للجسم. يبقى الوزن هو ايه؟ هو عبارة عن ايه؟ قوة. يبقى هنا الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. يبقى الوزن تعريفه أو هو ايه بقى؟ قوة جذب الأرض للإيه؟ للجسم. السؤال الخامس بيقول لي مقابض أواني الطهي تصنع من إيه؟ لأنها مالها إيه؟ توصيل الحرارة. يبقى المقابض أواني الطهي تصنع من إيه؟ أيوه، في ناس بتجاوب معايا، الله ينور عليك، صح كده، من البلاستيك. ليه؟ لأن البلاستيك ده رديء توصيل الحرارة. يبقى مقابض الأواني بنعملها من إيه؟ من البلاستيك أو الخشب. ليه؟ لأنها رديئة التوصيل للإيه؟ للحرارة. طيب 6 بيقول لي من المواد رديئة التوصيل الحرارة، إيه المواد رديئة التوصيل الحرارة؟ عايز برضو الناس تجاوب معايا، بندي فرصة للناس إن هي تحاول تجاوب معايا. يبقى من المواد رديئة التوصيل الحرارة إيه وإيه؟ أيوه صح كده، البلاستيك والورق. البلاستيك والورق ديت من المواد رديئة التوصيل للإيه؟ للحرارة. طيب تعالوا بقى نقول وحدة قياس الكتلة هي ايه او ايه، بينما وحدة قياس الوزن. يبقى الكتلة بنقيسها بالايه والوزن بنقيسه بايه؟ يبقى تعالوا نشوف مع بعض. الكتلة بنقيسها بالايه؟ بالكيلو جرام او الجرام، بينما وحدة قياس الوزن، الوزن بنقيسه بالايه؟ بالنيوتن. يبقى النيوتن ده وحدة قياس الوزن، بينما بنقيس الكتلة بالكيلو جرام او الايه؟ او الجرام. طب هنا بيقول لي من أمثلة المواد جيدة التوصيل الحرارة، إيه المواد جيدة التوصيل الحرارة؟ 3 حاجات، أو يعني في أكتر بس هنقول 3 حاجات. إيه بقى؟ النحاس جيد توصيل الحرارة، الحديد جيد توصيل الحرارة، الألمونيوم جيد توصيل الحرارة. يبقى ديت من الإيه؟ المواد جيدة توصيل الحرارة اللي هي إيه؟ الحديد والنحاس والألمونيوم. 9، تختلف المعادن في درجة توصيلها الحرارة، لذلك يعتبر نقط أسرع في توصيل الحرارة من الألومنيوم. يبقى دلوقتي المعادن بتوصل الحرارة خلاص، بس في مواد سريعة الإيه؟ توصيل الحرارة عن الأخرى. طب نقوله مين الأسرع من الألومنيوم في توصيله للحرارة؟
طبعا النحاس. يبقى النحاس أسرع في توصيل الحرارة من الإيه؟ من الألمونيوم. طيب الجزئية اللي بعد كده بيقول لي علل ما يأتي، علل ما يأتي. تعالوا من أول حاجة، تترك مسافات بين قضبان السكك الحديدية. إيه السبب اللي بيخلينا نترك مسافات بين قضبان السكك الحديدية؟ سؤال جميل ولذيذ جدا. إيه بقى؟ حتى إيه السبب؟ حتى يسمح لها بالتمدد في فصل الصيف. علشان إيه؟ الحديد بيتمدد فين؟ في فصل الصيف، فلازم نسيب فراغات علشان إن هو لما بيتمدد في فصل الصيف بيلاقي مكان إن هو إيه يتمدد فيه. طيب السؤال التاني علل برضو لما يأتي، نرتدي الملابس الصوفية الثقيلة في الشتاء. ليه احنا بنلبس الملابس الصوفية الثقيلة في فصل الشتاء؟ السبب لانها رديدة توصيل الحرارة. خلاص يبقى نرتدي ملابس الصوفية في فصل الشتاء. ليه؟ لانها رديدة توصيل الحرارة، وده بيؤدي لايه بقى؟ انها تحتفظ بدرجه حراره الايه الجسم، عشان كده هي هتحتفظ بدرجه حراره الايه الجسم. طيب سؤال تالي برضو علل ما ياتي، كتله الجسم على الارض تساوي كتله الجسم على القمر. ايه السبب؟ ليه الكتله موجوده على الارض هي نفسها الكتله موجوده على الايه على سطح القمر؟ السبب ايه؟ ايوه صح كده مظبوط، لان كتله الجسم ثابته، كتلة الجسم مالها ثابتة، لا تتغير بتغير المكان. يبقى الكتلة ثابتة سواء على الأرض أو القمر أو على المريخ في أي مكان، يبقى الكتلة مالها ثابتة لا تتغير بتغير الإيه المكان. أربعة برضو بيقول لي علل ما يأتي أو اذكر السبب، كلمة علل يعني اذكر السبب. سقوط الأجسام تجاه الأرض، إيه السبب إن الأجسام تسقط تجاه الأرض؟ إيه السبب ان الاجسام تسقط تجاه الارض؟ ايه اللي يخليها تنزل كده؟ بسبب وجود قوه تجاذب الاشياء نحو الارض اللي احنا بنسميها الايه الجاذبيه، لان في جاذبيه. خلاص الجاذبيه دي بتعمل ايه؟ بتخلي الايه الاجسام ايه بتسقط ايه تنجذب الى الايه الى الارض. السؤال بعد كده برضو اللي هو ايه علل ما ياتي او اذكر السبب، بيستخدم البلاستيك في صناعه مقابض المكواه. ليه بنستخدم البلاستيك في صناعه المقابض الايه المكوه؟ المكوه بنستخدم لها ايه مقابض من البلاستيك. طبعا ايوه ليه؟ ايوه لان البلاستيك رديء توصيل الحراره، لان البلاستيك رديء توصيل الحراره. خلاص فعشان كده لما المكوه بتسخن فايه ما بتاثرش بالايه بالحراره، لذلك ان احنا ممكن نمسكها بايه بسهوله. ستة علل ما يأتي، تصنع واني الطهي من الألومنيوم. ليه برضو سؤال جميل برضو، ليه احنا بنصنع واني الطهي من الألومنيوم؟ ليه؟ لان الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. خلاص فعشان كده ايه بيلقط حرارة سريعا، فبايه بتتم عملية الطهي بايه بسرعة. السؤال رقم سبعة، اذكر السبب او علل، في البلدان الباردة تصنع نوافذ من لوحي زجاج بينهما مسافة من الهواء. يبقى احنا في البلدان اللي هي فيها برد جامد بيصنعوا ايه؟ بيصنعوا النوافذ من لوحين من الزجاج وبينهم مسافة بهواء. ليه؟ لماذا يعني؟ لأن الهواء رديء توصيل الحرارة. خلاص وبذلك يمنع تسرب الحرارة خارج الايه الغرفة، لأن الهواء هنا يعتبر ايه رديء التوصيل للايه للحراره، وهو هيمنع بقى ايه تسرب الحراره خارج الايه الغرفه. طيب 8 بيقول لي ايه جاذبيه القمر اقل من جاذبيه الارض. السبب ايه؟ السبب على اللي ما يأتي. ليه؟ لان الجاذبيه تعتمد على حجم الكوكب. ايوه حجم القمر اقل من حجم الارض، يبقى هنا الجاذبيه على القمر بتكون اقل من الجاذبيه على الايه الارض. بسبب ايه؟ ان الجاذبيه بتعتمد على ايه على حجم الكوكب، وحجم القمر اقل من ايه من حجم الايه الارض، لذلك الجاذبيه بتقل على سطح الايه القمر. السؤال بعد كده بيقول لي ايه اكتب المصطلح العلمي، اكتب المصطلح العلمي اللي بيدل على كل حاجه هنقولها.
اول حاجه مقدار ما يحتويه الجسم من ماده بنسميه ايه ده؟ يعني دي بتعبر عن ايه؟ مقدار ما يحتويه الجسم من ماده، ايوه بنسميها الكتله. يبقى الكتله تعرفها ايه؟ هي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده. لما يقول لي اذكر المصطلح العلمي نشوفه مقدار ما يحتويه الجسم من ماده، ده بنسميه ايه؟ الكتله. خلاص يبقى الكتله هو مقدار ما يحتويه جسمي من ايه؟ من ماده. طيب السؤال اللي بعد كده، المواد التي تسمح بسريان الايه؟ المواد التي تسمح بسريان المواد خلالها. في مواد تسمح بسريان الايه؟ المواد خلالها، دي بنسميها ايه؟ بنسميها المواد جيده توصيل الحراره. يبقى ايه هي بقى؟ لما يقول لي المواد التي تسمح بسريان المواد خلالها هي ايه ديت؟ دي اسمها المواد جيده توصيل الايه؟ للحراره. طيب السؤال بعد كده او المصطلح العلمي اللي بعد كده اللي احنا عايزين نقوله، اسرع معدن يوصل الحراره، اسرع معدن يوصل الحراره هو مين؟ طبعا النحاس. يبقى النحاس هو اسرع معدن يوصل الايه؟ الحراره. طيب اربعه، وزن جسم كتلته 100 جرام. وزن جسم كتلته 100 جرام، ده المصطلح العلمي بيقول ايه؟ ده بنسميه النيوتن. يبقى النيوتن ايه هو؟ هو وزن جسم كتلته ايه؟ 100 جرام. لما يقول لي وزن جسم كتلته 100 جرام يبقى نسميه ايه دلوقتي؟ الايه؟ النيوتن. وحدة قياس الكتلة التي تكافئ كتلة 1 لتر. وحدة قياس الكتلة التي تكافئ كتلة لتر واحد. ايه المصطلح العلمي ده؟ خلاص نقول اللي هو ايه؟ الكيلوجرام. يبقى الكيلوجرام ايه هو؟ هو وحده قياس الكتله التي تكافئ كتله واحد ايه؟ واحد لتر. سته، المواد التي لا تسمح بسريان الحراره خلالها. المواد التي لا تسمح بسريان الحراره خلالها هي ايه ديت؟ ايه المصطلح العلمي بتاعها؟ هي المواد رديئه التوصيل للحراره. يبقى المواد رديئة التوصيل الحرارة هي ايه بقى؟ هي المواد التي لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. سبعة، قوة جذب الأرض للجسم. قوة جذب الأرض للجسم ايه هي؟ بنعرف اللي هي ايه دلوقتي كده؟ ايوه يبقى المصطلح العلمي او الحاجة اللي تدل على كده هنقول كلمة واحدة بس او كأن تعريف ما اللي هي ايه بقى دلوقتي؟ هي الايه؟ الوزن. يبقى الوزن هو قوة جذب الأرض للإيه؟ للجسم. يبقى قوة جذب الأرض للجسم بنعبر عنه بالإيه؟ بالوزن. طيب تمانية، الجهاز المستخدم في قياس وزن الجسم. الجهاز المستخدم في قياس وزن الجسم هو مين؟ هو الميزان الزنبرقي. يبقى الميزان الزنبرقي بيستخدم في إيه؟ في قياس وزن الايه؟ الجسم. طيب هنشوف مع بعض شويه مسائل كده وازاي نحلها مع بعض. مساله بتقول ايه؟ اذا كان وزن الجسم على الارض ايه؟ 60 نيوتن، احسب وزنه على القمر، على سطح الايه؟ القمر. يبقى اذا كان وزن الجسم على الارض 60 نيوتن، احسب وزنه على الايه؟ القمر. طب هنا الوزن خلاص هنقوله وزن الجسم على القمر بيساوي سدس او 1/6 من ايه؟ من وزنه على الارض. يبقى وزن الجسم على سطح القمر بتساوي 1/6 من وزنه على الايه؟ الارض. طب هو وزنه على الارض كام؟ 60 600. يبقى نقوله ده نعبر عنه ازاي؟ نقوله 1/6 في وزنه على الارض. طب وزنه على الارض كام؟ 600. يبقى 1/6 في 600، 1/6 في كام؟ 600. بالاختصار هدينا كام؟ هدينا 100 ايه؟ نيوتن. يبقى هنا لو كان وزنه على الأرض 60 نيوتن، 600 نيوتن، يبقى هيكون وزنه على سطح القمر كام؟ 100 نيوتن. السؤال الثاني بيقول لي إذا كان وزن الجسم، إذا كان وزن الجسم كام؟ 20 نيوتن. وزن الجسم كام؟ 20 إيه؟ نيوتن. احسب الكتلة. يبقى هنا دلوقتي تعطينا الوزن، طالب مني الايه؟ الكتلة. طب الوزن بيساوي ايه؟ الوزن بيساوي الكتلة في 10. يبقى الوزن بيساوي الكتلة بتاعة الجسم في ايه؟ في 10. طب يلا نعوض،
هو اعطيني دلوقتي الوزن، يبقى الوزن بالنيوتن والكتلة بالكيلوجرام في 10، يبقى نقوله انا هو اعطيني ايه 20 نيوتن، صح؟ بتساوي علامة استفهام في 10، يعني الكيلوجرام بالكتلة بالكيلوجرام هتساوي 20 على 10، 20 على 10 بالاختصار يبقى 20 على 10 بيساوي 2 ايه 2 كيلو جرام. يبقى هنا لو وزن جسم 20 نيوتن كتلته هتطلع بكام؟ ب2 كيلو جرام، ب2 كيلو ايه جرام. هنا بيقول لي جسم كتلته الكتلة المرة دي هتطلع بكام؟ ب200 جرام. احسب وزنه، يبقى اعطيني الكتلة بس اعطيها لي بالايه؟ بالجرام. لازم نحول من الجرام الى الكيلو جرام عشان نشتغل. يبقى انا دلوقتي عندي الوزن بيساوي الكتلة، الوزن بيساوي الكتلة في ايه؟ في 10. الوزن بيساوي الكتلة في كام؟ في 10. طيب الوزن بالنيوتن، الكتلة بالكيلو جرام في ايه؟ في 10. طيب الكتلة اعطيها لي بكام؟ 200 جرام. طب انا عايز نحولها للكيلو جرام، يبقى لازم نقسم على الكام؟ على الالف. يبقى الكتلة اعطيها لي بالجرام، نحولها الأول إلى كيلو جرام، يبقى نقسم الميتين على الألف. بالاختصار هيدينا كام؟ 2 على الكام على 10 كيلو جرام. ماشي؟ طيب يبقى الوزن في الحالة دهيت، الوزن اللي أنا عايزه بيساوي الكتلة. طب الكتلة طلعت بكام؟ ب2 على 10، 2 على 10 في 10، 2 على 10 اللي هي الكتلة بنضيفها في الإيه؟ في 10. بالاختصار 10 في 1 على 10 في 1 هتبقى لي 2 في 1 ب2، 2 نيوتن. 2 ايه؟ نيوتن. مسألة بعد كده رقم برضه مسائل اللي هي هنشوفها مع بعض. بيقول إذا كان كتلة الجسم على الأرض 10 كيلو جرام، احسب 1 كتلته على القمر، يبقى على سطح القمر هتكون كتلته كام؟ ماشي، تعال نشوف مع بعض كده. يبقى هنا الكتلة كتلة القمر هي نفسها كتلة على الايه؟ الأرض. يبقى الكتلة على سطح القمر هي نفسها الكتلة على الايه؟ على الأرض. يعني الكتلة على القمر بتساوي 20 كيلو جرام، لأن الكتلة ثابتة لا تتغير. الكتلة هنا ايه؟ ثابتة لا تتغير. طيب تاني حاجة طالبها مني بيقول لي هات لي وزن الجسم ده على الأرض، وزنه على الايه؟ طب هو كتلته كام؟ كتلته 10. طب الوزن بيساوي ايه؟ يبقى الوزن بيساوي الكتلة في 10. الوزن بيساوي الكتلة في 10. طب الكتلة كام؟ هو عطوها لي في المسألة 10 في 10، يبقى 10 في 10 اديني 100 نيوتن. يبقى لما يكون الكتلة بتاعته 10 كيلو جرام بنستنتج على طول ان وزنه على الارض برضو على الايه؟ على الارض بيساوي كام؟ بيساوي 100 نيوتن. طيب ما تيجي نبص بقى نجيب وزنه على القمر، على سطح القمر. يبقى الوزن على سطح القمر بيساوي ايه؟ 1/6 من وزنه على الايه؟ الارض. يبقى وزن الجسم على القمر بيساوي 1/6 وزنه على الايه؟ الارض. طب احنا جبنا وزنه على الارض كام؟ ب100. يبقى نقوله 1/6 مضروب في 100، مضروب في كام؟ في 100. هنختصر دولت بالآلة الحاسبة يديني 16.66 نيوتن. يبقى وزنه على سطح القمر هيطلع 16.66 من الايه؟ من النيوتن. واخيرا ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للاصدقاء والفيسبوك.